إسرائيليا وفلسطينيا وصفت مسيرات العودة في الجمعة الماضية بأنها الأهدأ ميدانيا منذ انطلاقها قبل 7 أشهر، حيث لا شهداء وأعداد قليلة من الإصابات. الفصائل في غزة أكدت أن هذا الهدوء جاء نتاج قرار توافقي بضبط الميدان وتقليل الخسائر من أجل إعطاء فرصة للجهود المصرية لتثبيت تفاهمات وقف إطلاق النار عام 2014 مع الجانب الإسرائيلي وسط تلويحها بالتصعيد إن فشلت الجهود. سنكون أمام أيام معدودة من ضبط الميدان، ولكن مرة ثانية إذا لم تكن هناك نتائج على الأرض من هذا العدو المجرم، شعبنا الفلسطيني سيتجه ويستخدم كل الأدوات السلمية والشعبية التي ابتدعها الشباب الفلسطيني في الميدان. فعليا سمحت إسرائيل بموجب هذا الهدوء الميداني إدخال الوقود لمحطة توليد الكهرباء في غزة، وهو ما نتج عنه تحسن ملموس في ساعة وصل التيار الكهربائي في القطاع، إضافة لتوسيع مساحة الصيد ل9 أميال. وبهذا تعتقد الفصائل في غزة بأن إسرائيل بدأت تستجيب لضغط مسيرات العودة وشروط كسر الحصار، لكن المسألة من وجهة نظرها ما زالت بحاجة لمزيد من الوقت والضغط. ونحن اليوم نستطيع أن نقول أن الصهاينة بدأوا يتعاطوا مع المطالب المرفوعة أو المطالب المعلنة لأبناء الشعب الفلسطيني. إلى أن تتحقق هذه المطالب نحن في مسيرتنا مستمرون. عندما نشعر أن المطالب قد تحققت، عندها سنقول للرأي العام فلسطين نجحنا كخطوة أولى، لكن هذه المرحلة طويلة وممتدة، ولا أعتقد أن الأمور ستستوي بسرعة مع هذا العدو. وفي معرض ردها حول ما يشاع عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية من قرب التوصل لاتفاق أولي لوقف إطلاق النار في غزة وتحسين الوضع الإنساني فيها، أكدت حركة حماس التي تتصدر مباحثات التهدئة والمصالحة مع الوسيط المصري بأن ما يدور حاليا هو التوافق على مرحلة من الهدوء من أجل الوصول لرفع شامل للحصار دون دفع أثمان سياسية. تفاهمات يأمل الشارع في غزة أن تتكلل بنجاح لإنهاء مسلسل الحصار والانقسام رغم ما يعترض ذلك من معيقات. تشكل الأيام القادمة محط اختبار حقيقي لنجاح التفاهمات الأولية بين الفصائل في غزة وإسرائيل لتثبيت الهدوء الميداني وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع، بما يضمن التوصل لاتفاق شامل لإنهاء الحصار كليا وتحقيق المصالحة الفلسطينية. حازم البنا، الغد، غزة، فلسطين.